أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الخاتمة. إلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام. فيا شداة العلم وطلابه ويا قصاد الفقه وأربابه امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته. وإياكم التهاون بها والعزوف عنها فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم. فبها تجمع العلوم وتؤصل وبها تيسر الفنون وتحصل. فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله. طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقبول تحت سلطان تخيله زاهدا في كل ما سوى مطلوبه عاشقا لما توجه إليه عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مقلوبه لو ملائم ولا عدل عادل كثير السكون دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات شعاره الصدق وراحته التعب محبا لمكارم الأخلاق حافظا لوقته لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة طامعا في نتائج اقتصاص على بني جنسه غير موصي شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله فما أجمله ذكرى وتبصرى. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ختم المصنف وفقه الله كتابه بنداء شداة العلم وطلابه وقصاد الفقه وأربابه. والشداة جمع شادي، والشادي في العلم هو من حصل طرفا حسنا منه. وقال في ندائه امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته. ثم ذكر من كلام ابن القيم ما يبين الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها من يطلب الإمامة في العلم والدين، فذكر 22 خصلة ردها بعد ذلك إلى أمرين، فقال وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق. وملاك الأمر هو قوامه وعماده ونظامه. فالخصال 22 المذكورة آنفا تنتظم بردها إلى هجر العوائد وقطع العلائق. والمراد بهجر العوائد ترك ما اعتاده الناس في أحوالهم ورسومهم، والمراد بقطع العلائق قطع الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه من العلم. وزاد ابن القيم في موضع آخر من كلامه رفض العوائق، وبين الفرق بين العلائق والعوائق بأن العلائق هي التعلقات النفسية الداخلية، بأن العلائق هي التعلقات النفسية الداخلية، وأن العوائق هي العوارض الخارجية التي تعرض للإنسان من حوادث القدر. فتحصيل المطلوبات يرجع إلى 3 أصول. فتحصيل المطلوبات يرجع إلى 3 أصول: أحدها هجر العوائد، وثانيها قطع العلائق، وثالثها رفض العوائق.
فمن حصل هذه الأصول في نفسه أدرك مطلوبه. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب سمع كثيرا من سمع علي جميع كتاب تعظيم العلم بقراءة غيره، في البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، والاسم التام أقله الرباعي، فتم له ذلك في مجلسين للميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا بعد المغرب في كتاب 3 الأصول. الحمد لله أولا وآخرا.